راني دبت، راني سخفت، راني مابقاش عندي الجهد، راني دابا نيت. راه ولدي قالوا لي 58% من اللحم ديالو كله تحرق. قال لي ما نعطيكش 100 ريال وانا تنوض لها مع الجوج وانت تتقرقب وتجي تشد من عندنا حنا 100 ريال. تكالي على راسي بعزوليه وقال لي الداعي معايا امي. إذا بقيت صحيح سمعي لي ولا متراحمي لي ولا على خلي عارف واكل يشوفنا الواكل والله. مشاهدين ومتابعين قناة أشواق تيفي، مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو. دائما في إطار تتبعنا الحالات الإنسانية والاجتماعية، معي الأم ديال واحد الضحية دار محاولة ديال الانتحار، ولا معرفتش محاولة ديال أنه يدوي على نفسه أو أنه يحيد عليه الحقرة. جاب الدوليو، جاب الليسانس أخوة على راسه وشعل العافية هكذاك أمام الملأ وقدام جميع الناس، شحال العافية على راسه. المشكل كان بسيط، المشكل هو أنه كيخدم في سوق السمك اللي كيتواجد بالهراويين. تهدى واحد القضية ديال الحقرة، دعا داك الناس اللي تعدوا عليه، ملي دعاهم دار شهادة طبية لأنهم تعدوا عليه. في الأخير كيتصدم بأن واحد خرج وواحد دخل، تما مرضاش، قال أشنو غندير؟ قال أنني نحرق راسي. الام ديالو معانا، حنا بصراحه حاسين بك، حاسين بالمشاعر ديالك، ولكن المغاربه باغي نعرفوا الحقيقه كامله. عاودي لينا من الاول المشكل، خلي انا نشدو لك. انا نعاود البيت من البدايه، ولو ما بقاش قدرت نهضر. راني من نهار الخميس ما تناكل ما تنشرب، راني دبت، راني سخفت، راني ما بقاش عندي الجهد، راني دابا نيت. راه ولدي قالوا لي 58% من اللحم ديالو كله تحرق، كله تشوط، وشوطني انا معاه هو تشوط وشوطني انا معاه، يخليني باركه في البرد. علاش انا ولدي تبقى بغى حقه، وبغى حقه، ما بغى حتى شي حاجه في الدنيا. الرجل ديالو التهاب شكون انا؟ دابا اختي قبل جواج واضطرت تبرع لي بالجلد باش يعطوني الامان باش يعيش، ماشي يزرعوا لي باش تجميله باش يعيش، حنت الحرق ديالو كله تعفن ليه، كله تعفن. قال لك خاصو ضروري يتبرع بالجلد، اختي سخرت تبرع صبيته وطلعت تقرير باش تعمرت مشى للمحكمه وتشد التعالي خاص ما يدفع. لا قلت له مالي نتبرع على ولدي؟ قالوا لي لا انت كبيره خاص له واحد صغير. قلت له عنده خو عنده 16 عام، قال لك لا. اختي مسكينه قلت لها لا خزي انت باقي العياط قدامك، قلت لك انا خاصو يعيش، خاصو يعيش ان شاء الله يعيش. ولا درك تنطلب من الله ولدي يتشافى، انت راه عقزني راه غنموت. ولدي تهدوا على دوك المجرمين، دوك الوحوش الله ياخذ فيهم الحق. وانا ما حلت بعد ما نقول لهم اش نقول. شنو المشكل اللي كان بيناتهم كاع؟ ولدي خدام عليا الحشكره من السيزيام، ومع ذلك تنقول لا ولدي. والدوره الاولى اللي ولدي بغى يخرج جا فيها 13 بفصيله ما عرفت اش، وكاين النتائج ديالو اللي تيحكموا ولدي تيجيب المعدل احسن معدل غير في العمومي، وما تيدير لا مراجعه لا والو. وبا راني بينت التصاور ديالو في الفيديو في جريده 24 معاق، رجليته وحالتهم بلي ولدي بغى. قال لي با نمشي، قال لي لا، قال لي لا با انا القرايه ما عندي ما ندير بها، خرج للمرسى. حالتكم صعيبه وقال نتعاون معاك. خرج للمرسى، حنا ساكنين غير في العشوائي، تنبغي نقولوا لاكارت، تنبغي نقول شي ورقه تيخافوا لنا نستافدوا، خاص المهم الدار اللي يديروا لنا التزام. ولدي ما دار حتى شي حاجه، لا لاكارت لا والو. باش لاكارت ما عندوش الحق، ما عندوش، راه كلشي تجمع عليه. راني باغي نعاود لكم علاش ولدي تبلوكا في هذه الحياه، راه ولدي تبلوكا يعني هذا ما عندوش الحق. قال لك انا ولد البلاد ولا كتتسمم يعني عينو تشك الشمكير شي موسخه، يقول لي انت متشرد ولا ولدي مع والديه. هما كارين ما يبغوش يعطيوكم شهاده. لا لا ما كاينش، علاش ما عندناش الحق؟
المهم اللي بغيت نقول لك بلي تعدوا على ذوك المجرمين، هذاك الشيء كل ولدي قالوا في اللايف، انا ما شفتش اللايف ديالي وما باغينش الناس يوروني الفيديو. انا اللي تعاود لي ولدي قال لي ما نعطيكش 100 ريال وانا تنوض لها مع الجوج وانت تتقرقب وتجي تبغى تشد من عندنا حنا ال 100 ريال، ولكن شكون اللي غادي حتى تمالي الشريوات ما قادرش يهضر خايفين منهم، كلهم تيتفرجوا بلي كانوا يضربوا في ولدي الا المخزني كمال اللي ينقذوا من وسط منهم. والا جا الا انا تنناجد وتنطلب سيدنا جلالة الملك يتدخل ويدير شي حل ويجي المرصى يصيفط الامن الفوقاني المسؤولين اللي يخافوا الله ويجي يسول في المرصى ويدي بحث من المرصى راه كاين حتى هي فيها الامن ويشوفوا ولدي شنو واقع ليه. ولدي طالب عليه بالتسجيل ديال الكاميرا، ما طالبش بشي حاجه اخرى ابدا، بلا شدهم دار شهاده طبيه، دفع الدائره ديال الهراويين. انا مثلا حنا مثلا ماشي الامن كله بحال الدائره ديال الهراويين، حيت كرفسوا عليا قبل من ولدي باللي مشى ليهم داروا خدمتهم اعتقلوهم في نفس النهار، في نفس النهار شدوا واحد وخرجوا واحد. عيطوا لراجلي قالوا ليه جدد ورقه التقديم باش يدوز ولدك في المحكمه، واحد راه هبطنا وواحد راه خرج. انا انفعلت، علاش هذاك محامي على ولدي ويخرج وهما عائله نفس الكنيه؟ باللي مشيت قلت له علاش ولدي تقدمهم؟ قال لي اه. قلت له وجبت التسجيل كملتي الدوسي؟ قال لي وما كنتي تتغوتي؟ قلت له راه تنغوت على حق ولدي يا ولدي، راه جاتكم ولدي مظلوم عطاو حقه. دفع لي الباب وتنقول يحس بيا لا عندك امك. قال لي الله يخليك امك الحيه. قال لي عندي امي سيري في حالك. قلت له ولدي راه نمشي لهاد المسؤولين اللي فوق منك. قال لي فوتيهم ليه؟ والانسبكتور اللي شفت في وجهه، المهم ولدي تشرفه. المهم انا لا داوني للدائره وهما زادوا بلا ما يدوني، لا عنده المحضر ديال ولدي، يعني راه رئيس الدائره يقول لهم اللي معمر المحضر ولا تكرفص عليا وتكرفص على ولدي، وما عطاونيش ورقه التقديم. والغد بلا مشى ولدي بغى يجيبها عطاوها لي وقال لي بغيت التسجيل ديال الكاميرا. قال لي جبناه ولقيناك حتى اللي شانق عليهم. واش ولدي هادي اللي خلاو ليش كتاف وقدر يشنق؟ راه من حقه يشنق. المهم راه هادي حنا لا جابوا التسجيل وانا تنطالب من التسجيل اللي يجي كامل ما تسمح فيه حتى حاجه، اللي يعطوا التسجيل يكون يخافوا الله. بلي ولدي طالب بالتسجيل بركو يعايروا فيه بالهضره الخايبه وقالوا لي خرج بحالك. خرج ولدي تيحزم في السيور بقشوه، بعدا بقشوه بغا يهبطوه. خرج ولدي تيحزم في السيور حط توصيل حداه بغا يجيب ولدي بغا يهزو، دار لي ولدي برجليها على ما تيقول لي يا ولدي، دار لي بتسجيلها قال لي خود انا ما غاديش هاد المحكمه. جا عندي ولدي قال لي داروا لي وداروا لي ربع ساعه قبل من الكارثه. قلت له علاش يا ولدي؟ غيدفعوها معايا يخليك تبعي يحسبوكش انا ما مشيتش بحال ما متابعيش. اجا ولدي ندير لك شكايه وراه باقي غادي فوتك كوبه شهاده طبيه ندخشم لك قدام الواكل. سكري على راسي بعزولي وقال لي الداعي معايا امي انا بقى صحي سمعي لي انا مترحم لي انا على خلال الف واكل تشوفني الواكل والله ما تسبت جات الخبر ولدي محروق باقي ما شفتوش لدابا انا مثلا ناكل مثلا شرب راه جيت في السبيطار نشوف حالتي ولدي ما تنشوفوش ودابا زاد كملت كامل عرفت ولدي يعني ما عايش راني كذبت راه ولدي راه خلى جوج الاخرين الحقره لدرجه انه درجه الحقره حنت حقره وتا انا دابا راه حقره حيت لي ولدي دار عليه تشرا خارج يتعنقر خدام في المرسى ولا الله وعلى بيدور يتعنقر وعندي ولدي 16 عام توا غادي تشرد بلي شاف هذاك خرج وباه ما في صحه اش غيدير توا في نظركم توا شنو هاد الشرد يخرج للزلقه نقول لك شوف اخويا شنو وقع ليه وما داروا معاه والو علاش مازال ما نخرجش مجرم هادشي اللي غادي يكون وبنتي صغيره خرجت برا وحيدوا لها العيالات حاجه بغات تضرب الراس قالت لي بداو لي زكريا خويا وما عطاونيش حقي تنطلب الله من الله وزادة وجلالة الملك شوف من حالي راني تكويت وتشويت بولدي راني تكويت وتشويت راني تكويت وتشويت واليوم تنطلب من الله يحسن شوف اللي يحسن ليا بولدي راني ما عنديش الدواي راه هادشي كله مصور بالله اللي جا اللي قدو لي المحسن اللي جابوه اللي كاين اللي جابوا اللي باري وداك الشيء كاين اللي خداو الوراق جابوهم انت تشوف كل شيء وراق كل شيء واليوم راه خزي مسكينه صغيرة في راسها باقا بلا زواج حيت ما قبلونيش انا وما قبلوش خو عندو 16 عام ما قبلونيش انا وما قبلوش خصو عندو دابا اختك غادي تبرع بالجلده ديالها بالجلده ديالها وماشي للتجميل غير باش يحيدوا لي التنفس الصناعي حيت الحرق كله تعفن ليه وانا بغيت اختي دابا ما شاش انت خرجات بغيتك تشوفيني تندير لكم التقارير تقرير التزام عتدي تكاليزي في المقاطعة مسكينة باش هي موافقة وتقرير عتدي للمحكمة
وانا تنطلب من الله من الله يسخر لي حس ليا بيه ويسر لي عيوب والله يسر عيوبه في الدنيا الا بقى حي. وولدي راه قال لك بغيت باعتباري بغيت حقي يا بالممات يا بالحياه، ودابا اللي دارت شي كلشي راه خرجت عنقر ما دخلوش. انا هادشي انا هادشي ما بقيتش قادره نهضر وما بقاش عندي الجهد باش نهضر، ما بقاش عندي الجهد باش ندوي، ما بقاش عندي الجهد باش ندوي. يا ربي انا نترجاك شفق فيا وفي ولدي، يا ربي انا نترجاك عن فيا وفي ولدي. راني عيطت راني عيطت والتكويت على ولدي، راه ولي خدام عليا ولا تيخلص ليا الكرا، ولي خدام عليا تيخلص ليا الكرا. ولدي ما كانش خاسر يولي احسن ان شاء الله يقعدوا سيرو. راني تقطع لي الامل اليوم اللي قال لي الطبيب راه الجسم ديالو 58% كله تحرك. في الله اخزي راه ما عنديش الجهد، راني دايره الله، راني بالله واقفه. كيف ما شفتوا الحاله ديال الام صراحه صعيب ان ولدها يكون في هذه الحاله هذه، يكون ولدك يعني الحمد ما عرفتش كيفاش غادي نوصف لكم، ما بقاش عنده كيفاش حتى باش يديروا لي التنفس الاختراقي باش يقدر يكمل يعيش، وهو الان في الانعاش. الخاله ديالو مسكينه قالت انا غادي نخلر نضحي لان الام ديالو ما تقدرش تبرع عليه نظرا للسن ديالها، فخالته قالت انا غادي نتبرع عليه، ماشي عمليه ديال التجميل وانما عمليه غير باش يقدر يعيش ويتنفس، وعطوها امل ديال 48% والامل في الله الواحد احد. كنتمنى من القلوب الرحيمه اللي كتشوف هذا الفيديو هذا انها تتفاعل مع امي حبيبه وتعاون صراحة وتعاون معها على ود الدعاء. عارفين المصاريف ديال الحرق صعيب 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 صعيب، وبعدا غير باش يحاولوا يعتقوه ويكون يرجع للحياة ديالو إن شاء الله ويخرج من الإنعاش. أم الحبيبة اليوم كتطلب من المحسنين أنهم يتعاونوا معها، إلا كاين شي جمعيات حقوقية يتعاونوا معها. وأيضا كنبغيو البت في القضية ديال الإبن ديالها، علاش الأسباب اللي خلاته أنه يحرق راسه وكيفاش تتحقر والمشكل من جديد، لأن كل شيء تحت القانون والقانون ما كيرحم حتى شي واحد. شكرا لكم، وصلتوا معنا النهاية ديال الفيديو. كانت معكم مريم فساحي، خلف الكاميرا حمزة بوقنادر. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.